شوفي هي هي المرأة عم تمشي بطريقة بتضحك. ما فيني اتحمل هذا الشباك. هي مشيت مثل كأنه عم تعرض أزياء. في بنات بالحياة بيكونوا ناعمين، أكيد ما رح يكونوا مثلك أنت. إذا قلت هالشي مرة تانية بتعرف على شو أنا رح جاوبك وقتها؟ على شو؟ قولي يلا قولي. الاثنين؟ آه فينا نكمل شغلنا هلأ؟ لكن وقفوا خناق وخلصوا الشاي، استعجلوا. ستي أنا أجيت كرمال أعطيكي الدواء، صار وقت أدويتك وأنتي ما رح تاخديهم، لهيك أجيت أعطيكي إياهم. ما رح أخذ الأدوية. لازم تاخدي أدويتك. يلا ستي ضروري إنك تاخدي الدواء. لا ما رح أخذ من هاد، لأنه إذا أخذته رح أحس إني بدي استفرغ. ستي شوفي ليش عم تتصرفي مثل الأولاد؟ إذا تصرفتي هيك بتعرفي شو بدي أعمل؟ إيه وهلأ كتير تضايقت منك، يلا خدي أدويتك خديهم. لا هيك لكان. معناتها أنا رح أنزل لتحت وقول للكل إنك قاعدة وعم تحكي مع صورة حدا وعم تغني أغاني وإنك عم تقولي بحبك وعم تقولي إنه أنتو اثنين شخص واحد، وكمان رح تلبسي اللون المفضل إله. رح أنزل وأحكي كل شي، رح قلن إنه في عندك ارتباط عاطفي. هالتهديد؟ أعطيني الدواء. مي. كثير منيح، هذا اللي بدي اياه. بفهم انك ما رح تاخدي الدواء الا بالتهديد. ستي فيني اقول شيء؟ كثير حابه اني اشوف صوره مين هي. بترجاكي بس مره. لا ستي بس هالمره. ستي بس شوي. لا ما فيني بنوب. يعني أنا لازم أجبرك مو هيك؟ الإجبار ما رح يأثر علي بشي نهائيا. معناتها رح أضطر أجبرك بتهديد لا كبير. لا كمان. ما رح خليك. يلا بدي شوفها. بدي شوفها ستي رجاء، خليني شوفها. خليني شوفها ستي بعدي. بترجعك خليني شوفها بس مستحيل. هالمرة بس هالمرة ستي خليني شوفها بس شوي. بس شوي. شو عم بيصير؟ شوفي ماما لاكشمي. هي كانت عم تحاول انها تجبرني. ليش يا لاكشمي؟ لانه بالحقيقة ستي ما ورجتني الصورة. آسفة ستي آسفة، بس انا قلت هالشي بالغلط عن جد بعتذر. صورة؟ ايه الصورة. الحقيقة جيت لهون على الغرفة لأعطي ستي ادوية